احنا من اول ما جينا ندري النصر بيخسر، ضامنين الخساره 100%. بس ما شاء الله حاضرين ضامنين حاضرين والله، تكمله عدد بس جمهور النصراوي. حتى ولدك؟ ولدي والله بيغير من اليوم ان شاء الله، واسمع ايش بيغير. ايش بتغير؟ لا الهلال، الهلالي خلاص من اليوم رايح. اداره لعيبه اجانب جمهور يحضر، كلهم بلاوي يحضر، عيب والله عيب، استحالوا وجيكم. نادي النصر حرام والله، حرام يحضر لهذا الجماهير والله حرام. نادي النصر يجيب الضرب سكه والله العظيم. ايش اسباب الهزيمه اليوم؟ ما في روح عند اللعيبه، الجمهور ما قصر، حضر يحضر من النتائج السيئه هذه. بس كنت متوقع الهزيمه قبل المباراه؟ نعم. لا ما كنت اتوقع، بس اللي في الملعب اشبه لاعبين، لو في روح صدقني النصر بيفوز. النصر وسط ضايع، الفريق كله ضايع، المدرب لا تكتيك ولا هجوم ولا شيء، حتى ولد جاي من 60 كيلو والله عشان النصر، عشان العيال الصغار ذولا، واخر شيء هزيم. الف الف مبروك والله يبارك فيك. الفوز والله مو اول مره، النصر صرنا ناكله كل مره، في الرياض والحين رايح جاي، وعقبال يا رب الهلال الكاس باذن الله. اتفاقي ان شاء الله، اتفاقي ان شاء الله، اتفاقي ان شاء الله. اتفاق هنا تقول لي جاي من الكويت، هاي من الكويت بس عشان الاتفاق، وكاس ولعت حق الاتفاق، واللي يقول هالكلام انه من الاتفاق خليه يجاملني. شفني يوم الجمعه في الرياض، في الرياض والناس الاخر رايح جاي.